السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أبناؤنا وبناتنا طلاب مدرسة تبارك الخاصة، حرصا على مواصلة رحلة العطاء والتميز لطلاب تبارك، وانطلاقا من رؤية المدرسة واهتمامها بالتحصيل الدراسي، وطبقا لتوجيهات الفاضل رئيس مجلس إدارة الأستاذ يونس بن مرهون الرحبي، أنشئت منصة تبارك التعليمية لشرح المواد الدراسية باستراتيجية التعلم عن بعد لطلابنا الأعزاء. ونبدأ معا الرياضيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر، مرحبا بكم مجددا في الوحدة الرابعة من مقر الرياضيات الطلب والعرض، وهنتكلم النهاردة بإذن الله تعالى على درس التضخم. هنتعرف على تعريف التضخم وأنواع التضخم. تعالوا مع بعض نبدأ بالتعريف. بيقول لحضرتك التضخم هو الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار. يبقى هو التضخم ان الاسعار عمالة اسعارها ترتفع بسبب نمو حجم الطلب بشكل اسرع من نمو حجم الانتاج. يعني بمعنى اصح الطلب كتير والمعروض قليل، يعني بمعنى اصح الطلب بيزيد والانتاج ما بيزيدش قصاده. في الحالة دي بسميها تضخم. طيب تعالوا نشوف ايه انواع التضخم. التضخم عندنا أربع أنواع هندرسهم. أول حاجة التضخم الداخلي أو الداخلي. التضخم الداخلي عبارة عن إيه؟ زيادة في الطلب يقابلها زيادة في الأسعار. الناس مثلا أقبلت على شراء الأسماك مرة واحدة كده فارتفعت الأسعار. لما نيجي مثلا في أيام الأعياد الناس بتذهب بكثرة لشراء الذبائح فبترتفع أسعار الإيه؟ المواشي وما إلى ذلك. إذا كل ما يزيد الطلب بدون ما يكون هناك زيادة مقابلة ليه في الإنتاج، ده بيؤدي إلى زيادة في الأسعار اللي إحنا بنسميه إيه؟ تضخم. يبقى إيه التضخم؟ أول حاجة التضخم الداخلي، زيادة في الطلب يقابلها زيادة في الأسعار. التضخم المتدرج، ارتفاع بطيء في السعر وإن لم يرتفع الطلب. يعني الطلب ممكن ما مزادش لكن السعر عمال إيه؟ يزيد ببطء، بسميه تضخم متدرج. طب عندي التضخم المكبوت، ده ارتفاع في السعر بسبب تغير في قوى الطلب. امتى بيظهر؟ يظهر في وقت الحروب. يبقى التضخم المكبوت بيظهر امتى؟ في وقت الايه؟ الحروب. هو ارتفاع في السعر بسبب تغير قوى الايه؟ الطلب. طب ايه هو التغير الجامح؟ التغير الجامح او عفوا التضخم الجامح هو ارتفاع كبير في السعر بسبب انهيار او يسبب انهيار الوحدة الايه؟ النقدية. يظهر في نهاية الحروب او انهيار النظام القائم. يبقى انا عندي اربع انواع من انواع التضخم: التضخم الداخلي، التضخم المتدرج، التضخم المكبوت ولا ده بيظهر في وقت الحرب، اما التضخم الجامح بيظهر في نهاية الحروب او عند انهيار النظام، وده بيسبب في انهيار الوحدة النقدية للدولة اللي بيظهر فيها مثل هذا النوع من التضخم. طب ايه اسباب التضخم؟ اسباب التضخم، اول شيء العامل النقدي. اول شيء العامل الايه؟ النقدي. كمية النقود وسرعة تداولها تؤدي لرفع الايه؟ الاسعار. تاني شيء جذب الطلب. تاني شيء جذب الايه؟ جذب الطلب. زيادة الطلب خصوصا في المواسم سواء اعياد او مناسبات. تكاليف الانتاج. طبعا ارتفاع تكاليف الانتاج يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، سواء كان الارتفاع في أجور العمالة أو في المواد الخام، ده أكيد لازم يؤدي إلى ارتفاع فين؟ في الأسعار. الأثار المترتبة على التضخم. أول حاجة إعادة توزيع الدخل. إزاي؟ هينتفع المدين، كل اللي عليه دين هينتفع لسبب. هو كان اقترض مثلا 200 ريال أو 1000 ريال، كان 1000 ريال مثلا يشتروا ذهب بقدر كذا، لكن لما حصل تضخم أصبح الألف ريال ما تشتريش نص حتى اللي كان تشتري قبل. فهنا المدين هينتفع لكن هيتضرر مين؟ الدائن. يتضرر الايه؟ الدائن. ينتفع أصحاب الأموال لأن طبعا عندهم السلع بتاعتهم، هي الأسعار غليت هيغلوا السلع بتاعتهم، ففي الحالة دي مش هيتضرر، بالعكس هينتفعوا أكثر. هيتضرر أصحاب الدخل الثابت اللي هم الموظفين لأن دخلهم ثابت، للأسف الأسعار بتزيد والدخل عمر الزيادة في الدخل ما هتزيد بمستوى زيادة في الأسعار، فده الأشياء اللي تترتب على التضخم زي إعادة توزيع الدخل. طب التأثير على مستوى التشغيل.
زيادة التضخم تؤدي إلى زيادة مستوى التشغيل لزيادة الإنتاج. طبعا لما يكون السلع أسعارها مرتفعة، ده هيخلي منتجين السلع يكثروا من إنتاجها بكمية كبيرة جدا عشان يحققوا أكبر مكاسب ممكنة، وده طبعا هيؤدي لزيادة في حجم الطلب على الأيدي العاملة علشان خاطر يزود الإنتاج. يبقى الآثار المترتبة على التضخم إعادة توزيع الدخل والتأثير على مستوى التشغيل والتأثير على مستوى التشغيل. عند حضرتك مفاهيم أساسية في حساب التضخم. عندنا حاجة اسمها مؤشر الأسعار العددي. إيه مؤشر الأسعار العددي؟ بيقول لك هو نظام متفق عليه لقياس التغير في مستوى الأسعار. يبقى هو مؤشر الأسعار العددي هو نظام متفق عليه لقياس التغير في مستوى الأسعار. طيب إيه تاني؟ مؤشر سعر المستهلك. مؤشر سعر المستهلك هو مؤشر لقياس التغير الذي يحدث على أسعار السلع والخدمات. طيب إيه تالت؟ سلة السوق. هي مجموعة مختارة من السلع والخدمات تمثل المجتمع الإحصائي ويتم اختيارها بدقة وليست عشوائيا، يعني بيختار سلع بدقة محددة تحديدا تاما، مش بيختار سلع بشكل عشوائي. عندنا هنشتغل تدريبات إن شاء الله دلوقتي على مؤشر سعر المستهلك أو بسموه الرقم القياسي البسيط. عبارة عن عن السعر الحالي للسلعة تقسيم سعر سنة الأساس ضرب 100. تقسيم سعر سنة الأساس ضرب ضرب 100. تعالوا مع بعض نشوف مجموعة من التدريبات على الدرس ده. السؤال الأول: إذا كان سعر كيلو الأرز 400 بيسة في سنة 2011 وارتفع بمقدار 200 بيسة، يعني صار سعره أصبح كام؟ لما يزيد بمقدار 200 بيسة يبقى السعر الجديد كام؟ قول أنت. برافو، هنقول له 400 زائد زائد 200 يطلع 600 بيسة. فإذا اعتبرنا سنة الأساس 2011، عايز الرقم القياسي البسيط. قلنا الرقم القياسي البسيط بيساوي السعر الحالي على السعر في سنة الأساس، السعر الحالي على السعر في سنة الأساس ضرب كام؟ ضرب 100. فحضرتك الآن السعر الحالي 400 زائد 200 هيطلع 600، تقسيم 400 هيطلع 3 على 2 ضرب 100 يطلع 150 ريال، عفوا يطلع 150. يبقى الرقم القياسي البسيط هنا كام؟ 150. هنا دي بالخطأ، المفروض تكتب كام؟ 400 اللي هو سعر سنة الأساس. هنا يا شباب بيقول لحضرتك الحالة التي ترتفع فيها الأسعار بشكل بطيء، الحالة التي ترتفع فيها الأسعار بشكل بطيء حتى لو لم يحدث ارتفاع في الطلب. هو التضخم، أنهي تضخم؟ برافو عليك، المتدرج، تضخم المتدرج. تمام يا شباب. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ارتفع سعر كيلو الطحين 150 بيسة عما كان عليه في عام 2005 وبلغ سعر الكيلو الواحد 250. يبقى ده سعره الحالي 250. طب سعره السابق كام؟ هو زاد بمقدار 250. يبقى 250 ناقص بمقدار 150، يبقى 250 ناقص ال 150 يطلع 100. تمام يا شباب؟ يعني هقول له ال 250 السعر الحالي على السعر القديم اللي هو 250 ناقص 150 ضرب ضرب 100. طبعا تبقى 250 على 100 ضرب 100 يطلع 250. يبقى الرقم القياسي البسيط هنا كام؟ 250. السؤال اللي بعده: إذا كان سعر سلة البيض 900 بيسة في سنة 2000 وأصبح ريال فاصل 8 في سنة 2013، فإذا اعتبرنا أن سنة 2000 هي سنة الأساس، فإن الرقم القياسي البسيط يكون إيه؟ عشان أجيب الرقم القياسي البسيط، السعر الحالي اللي هو ريال و800 اللي هو 1800 بيسة لازم يتحولوا لنفس العملة، هنا ريال وهنا بيسة لازم أحولهم زي بعض، حولتهم كلهم لبيسة. يبقى 1800 بيسة تقسيم 900 اللي هو سعر سنة الأساس ضرب 100 هيطلع 1800 تقسيم 900 2 في 100 ب 200، يبقى الرقم القياسي البسيط بكام؟ ب 200. طيب بيقول لحضرتك ارتفع سعر كيلو سمك الكنعة حتى وصل في سنة 2013 إلى 3.5 ريال، فإذا تم احتساب الرقم القياسي البسيط اللي هو سعر المستهلك ووجد أنه 140، ف
فإن سعر كيلو سمك الكنعد في سنة الأساس بكام؟ المجهول عندي هنا السعر في سنة الأساس اللي هو س ده، يبقى السعر الحالي 3.5 على س في 100 بتساوي 140. طب ما تيجي نقسم الطرفين على 100 عشان تخلص من ال 100 دي، هيبقى 3.5 على س بتساوي 1.4. عن طريق الضرب التبادلي س هتطلع 3.5 على 1.4 هيطلع كام؟ 2.5 ريال. يبقى سعر كيلو السمك الكنعد في سنه الاساس كان 2.5 ايه ريال. بيقول لحضرتك في سنه 2008 نتيجه لزياده الطلب على الاسمنت المحلي ارتفع سعر كيس الاسمنت من ريال و500 ريال عماني او 1.500 ريال عماني الى 3.500 ريال عماني، يطلق على هذا التضخم. ايه اللي حصل؟ زيادة الطلب على السلعة أدى لزيادة في الأسعار، ده اسمه التضخم الإيه؟ أحسنتم، التضخم الداخلي، أحسنتم يا شباب ما شاء الله عليكم. اللي بعد كده بيقول لحضرتك إذا كان سعر كيلو لحم البقر المحلي في عام 2008 كان 2.5 ريال، وفي عام 2012 أصبح سعر الكيلو 4 ريالات. إذا اعتبرنا أن 2008 سنة الأساس، فإن الرقم القياسي البسيط اللي هو سعر المستهلك لحم البقر المحلي كام؟ هنقولنا إيه؟ السعر الحالي اللي هو كام؟ 4 ريال تقسيم سعر سنة الأساس اللي هو ريالين ونص ضرب 100، ضرب إيه؟ 100، هيطلع بكام؟ ب 160، يبقى الرقم القياسي البسيط ب 160. بيقول لحضرتك نوع التضخم الذي ترتفع فيه الأسعار حتى تكاد قيمة الوحدة النقدية أن تنهار هو التضخم الايه؟ الداخلي ولا المتدرج ولا المكبوت ولا الجامح؟ احسنتم، الجامح، لان ده بيظهر فين؟ في نهايه الحروب او عند انهيار النظام الايه؟ القائم. بيقول لحضرتك اذا كان سعر كيلو التفاح 400 بيسه في عام 2010 واصبح سعر الكيلو 800 بيسه في عام 2018، فكم يكون الرقم القياسي البسيط؟ هيساوي ايه؟ قلنا السعر الحالي على سعر سنة الأساس في 100، طبعا 800 تقسيم 400 2 في 100 بكام؟ ب 200. بقول لحضرتك يعرف الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار غير المصاحب بارتفاع مماثل في الإنتاج. الأسعار عمالة تزيد 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 تزيد، لكن ما فيش إنتاج يوازي هذا الزيادة في الطلب أو الارتفاع في هذه الأسعار، بسميه إيه؟ أحسنتم، تضخم، بسميه إيه؟ التضخم. أي أن السلعة تضخمت أسعارها أمام الإيه؟ العملة. بيقول لحضرتك إذا كان سعر كيلو السمك ريال و200 في عام 2012 وأصبح ضعف سعره في 2016، فإذا اعتبرنا أن سنة الأساس كام؟ 2012، فإن الرقم القياسي البسيط لسعر المستهلك اللي هو عبارة عن إيه؟ السعر الحالي على سعر سنة الأساس ضرب 100. السعر الحالي 2 في 1.2 على السعر سنة الأساس 1.2 ريال ضرب 100. طبعا 1.2 مع 1.2 هيتبقى 2 ضرب 100 يديك كام؟ يديك 200. يديك كام؟ يديك 200. بقول لحضرتك إذا كان سعر كيلو الطحين في 2011 هو سنة الأساس 200 بيسة مقارنة بسعر السنة الحالية اللي هو 2016 250 بيسة، فإن الرقم القياسي البسيط قلنا السعر الحالي على سعر سنة الأساس ضرب 100، فهيبقى حضرتك آدي السعر الحالي 250 على السعر سنة الأساس 200، أما نقسمهم ضرب 100 يطلع كام؟ 125، وده رقم القياس البسيط أو بنسميه سعر الإيه؟ المستهلك، أو بنسميه سعر الإيه؟ المستهلك. يبقى عشان أحسب سعر المستهلك بعمل إيه؟ بجيب سعر سنة الأساس واجيب السعر الحالي واقسم السعر الحالي على سعر سنة الأساس واضرب الناتج في كام؟ في 100. بيقول لحضرتك البيان التالي يوضح أسعار مجموعة من السلع في عامي 2000 و2016 باعتبار سنة الأساس هي سنة 2000. القهوة كان سعرها كام؟ 750 بيسة أو فاصل 0.750 ريال، وفي 2016 بقى سعرها ريال ونص. الرقم القياسي البسيط مجهول، هنا التمر سعر سنة الأساس مجهول لكن سعر 2016 ب 900 بيسة، وهنا الرقم القياسي البسيط 150. عايز الرقم القياسي البسيط للقهوة، السعر الحالي
تقسيم ساعة لسنة الأساس ضرب 100، فهنقول له 1000 أو 1.500 على 0.750 ضرب 100. طبعا ريال ونص تقسيم 750 بيسة هيديك 2% ب 200. يبقى إذا سعر القهوة ارتفع 200 بيسة في السنة 2016 مقارنة من سنة الإيه؟ الأساس. هو يعني مش هنقول ارتفع 200 بيسة، يعني ارتفع 200%، يعني السعر ارتفع بقى 200% وضعه 200 ايه في المية. هو طبعا ده نموذج الإجابة اللي جاي في الامتحان، لكن في خطأ مطبعي هنا اللي هو 200% من ايه، من ثمنه. لان لما تضرب 750 في 200 على 100 يديك ريال و500. سعر التمر في سنة 2000 لو سعر سنة الأساس، طبعا سعر سنة الأساس مجهول عندي، يبقى 0.900 على س ضرب 100. طبعا لما تضرب المية في 0.900 هتديك كام؟ أحسنت، 90. فيبقى عندك 90 على س بتساوي 150، ويبقى الس بتساوي 90 على 150، يطلع عندك 0.600. يبقى سعر سنة الأساس 600 بيسة أو 0.600 ريال. ده بالنسبة لإيه؟ لأسعار التمر. ده بالنسبة لأسعار الإيه؟ التمر. يبقى عشان نجيب سعر المستهلك أو سعر سنة الأساس، السعر الحالي تقسيم سعر سنة الأساس ضرب 100. بيقول لحضرتك إذا كان سعر لتر الحليب 400 بيسة في عام 2015 وأصبح سعره 550 بيسة عام 2018، علما بأن 2015 هي سنة الأساس، فأوجد الرقم القياسي البسيط للحليب. أو مؤشر سعر المستهلك اللي هو الرقم القياسي البسيط، السعر الحالي على سعر سنة الإيه؟ الأساس ضرب 100. السعر الحالي 550، سعر سنة الأساس ب 400 ضرب 100، هيطلع كام؟ الرقم القياسي البسيط 137.5. 137.5. يبقى الحساب يا شباب للسؤال منتهى البساطة، الموضوع موضوع بسيط جدا، بس محتاج حضرتك تبقى عارف القانون بشكل جيد. البيان التالي يوضح سعر كيلو الأرز في عامي 2004 و2019. آدي 2004 السعر مجهول وهو سعر سنة الأساس، وهنا سعر 2019 800 بيسة، الرقم القياسي البسيط 160. أوجد سعر كيلو الأرز سنة 2004 باعتبار سنة 2004 سنة الإيه؟ الأساس. يبقى هقول له الرقم القياسي البسيط للأرز عبارة عن 800 تقسيم س ضرب 100. طب ما هو الرقم القياسي البسيط ب 160 اللي هي تساوي 800 تقسيم س ضرب 100، يبقى السين هتساوي كام؟ 800، طبعا هتبدل هي وال 160 مع بعض الأماكن من خواص الضرب التبادلي، هتبقى 800 تقسيم 160 ضرب 100، هيطلع كام؟ طبعا هنا النص يا شباب، تمام؟ هيطلع الإيه؟ السين بكام؟ نص ال طبعا 80، لما اقسم 80 على 160 هيطلع فوق 1 وهنا تحت 2، فيطلع 10 على 2 يطلع 5، 5 في 100 يطلع بكام؟ ب 500 بيسة. يبقى سعر كيلو الأرز سنة 2004 كان كام؟ 500 بيسة، كان كام؟ 500 إيه؟ بيسة. وبكده يكون انتهينا من درس الاحتكار والرقم القياسي البسيط مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتفوق والتميز. أبناءنا الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر، كان معكم أستاذ محمد مجيد، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.